أمير الشعراء. ما قبل رفع الستارة، سعد الزيداني. هذه فيريديك صارت اليوم. أبي؟ ولا صارت في الحومة. كل واحد دبوزة واحدة يهديك، شبيك تدزك شاكشك خارجة دبوزة في الإبط وباقي تمد في ديك. نحنا شعب ندراش بينا، مرة نسردكو مرة نذلو كدجاج الماكينة. بعيني اليوم نشوف في صف طويل، مرة تتهز ليدين الفوق مرة تتهز الروس وتميل. شفما يا خالتي سلوحة، وليدي ياك تشوف شعب كأنه سكران لوحة. نلقى روحي للصف شديت ومد الزين والفوضى لصباتي ملقيت. حفيان وشد الصف، مرة تجيني مشطة مرة يجيني كف. تكويت وما قلت حيت، نشوف بعيني في دباب الزيت. عم الفرجاني قدامي، ولد عم الفرجاني قدامه، وانا بالدز وليت ندور في حزامي. مرت عم الفرجاني في المرت بالولة، وراها بنتها صغيرة شادة شاشي اسمها خولة. قال الفرجاني كلها في الصف، وزاد بالتليفون كلم فرجاني نسيبه، قالوا اخلط لف لف. علاش احنا فوضى وننظروا، لوموا على اللهفة ولبعضنا ما نقدروا. تي 20 دبوزة شفمة يا اخي، بالزيت نبرمجوا السهرية ونعملوا لما. يا اخي احنا الزيت ندوشوا بيه، ضارب ومضروب في الصف كأننا في فلحتنا نسقيوا بيه. ما تسمع كان اخلط خوذ بايك، ضحكوا علينا الامم يا والله يدبدب رايك. ابعد انا قبلك، شبيك الدز تتحرك حل عينيك، حتى اللي يطيح يخليه والله لفز. ولينا مغرومين بالصف، قد ما توصي وتقول محال التونسي يعف. كأنه حالف من كرش امه، يدز ويصيح ويفك وفي غيره اش يهم. الزيت صف، البنان صف، الحليب صف، الخبز صف. وضعية تخليك تصرفك في روحك بالكف. واضح. شكرا شكرا شكرا, شكراً. والآن مع وليد الزين. حصة وكروني كوريت ستار، وزيد معاهم مخرجهم زعبار. من برا من برا مخرج، من داخل ياسر نبار. معاه في الحصة برشة تعب، يقص علينا وقت ما يحب. في الكاسك لينا ديما يسب، عنده صوته يخوف كيف الدب. في الفقرات ما يعدي كل اللي يحب، بعد فمك على الميكرو يا وليد. يا وخياني هذا مخرج بليد، يتكلم لي برشة في وذني عمل لي زديد. مخرج في راديو اسمه زعبار، نورمالمون اسمه سي عبد الحميد. مخرج قوي كابسنا تقول النشط في قندهار، علي يحب يقص الميكرو كان جاء مش مخرج راه نطار. مخرج وعنده الريشة، في ديه صوتنا ينجم يطفينا ويسل الفيشة. اسمه زعبار يذكرني بالأطفال فرهود وبيشة. اسمه متاع كوميك متاع أصدقاء الصغار، بطل قوي وياسر مخوار. يحبوه الصغار، عنده قوة خارقة يخرج من فمه النار. مخرجنا مخرج صحيح، يخدم ما يقصش لا يمشي يستريح. الكلنا عنده كيف كيف، لا عنده شكون يميح. يخدم حتى كي يمرض ولا يبدأ ما تروح جريح. مخرجنا هو مولى الحصة، عنده التكتيك، يعدي الفواصل بيديه الفلوس شبيك. تتعب وتحب تتنفس يعدي لك غناية، كان لزم غنايتين وعمل تعسيل على الجراية. مخرجنا هو الحب هو المراية، بخلاف مخرجي طيب وعنده صيفة قلاية. يطيب الحوت حاشا عينيكم ويشويه في القلاية. يعمل اخراج للكسكسي وياكله في الجنينة، بصوابعه يعمل طاجين في الفور في الكوجينة. ما تستغربوش مالا هاك، ما عرفتوا علاش حصتنا طلعت فاوحة وبلينا. سفيان قرن فلفل حار بقلوتي حار، والسعدي يفوحوا بيه العرعار. انا نجيك الفلفل المحشي صحيح الخشين، ونورزك الملح لا تغيب على طعام في الدار. والميساوي بصل ربعي يبكي الصغار والكبار.
وين كركم برا العبيد ليك الفلفل نتاع الشيلي هذاك نتاع الشيلي القصيره القصيره هذاك قصيره وحاله يضرب في المخ ديريكت هذاك كبار باهي والله اقسم بالله عندي صاحبي كلا قرن طلعت له وحده في وذني كركوبه قسما بالله مشى للطبيب قالوا ما نعرفش شنو هي قالوا ما انا ما قريتهاش قالي 56 سنه طب ما قريت والله كركوبه قسما بالله في وذني هنا ناول زيز تعمل شعر وتجاوب عليكم صراحه يلا وليد كمل كمل تفضل وين كركم اصفر مغيار قصيدتك بنت لنا تافهه جدا شو مغيار كركم مغيار ونفس القصيده هذيا نوفل نتذكر عاملين ولا عاملين ما نعرفش فين انت ما يظهر لي عمل اللي هي بيدش تبدل الاسامي لا رباب ملح ما يغيب على طعام والله لا سفيان فلفل درش ونوفل كعبه انت علاش على زعبار عمل مخرج هي عيد ميلاده اليوم لا حسيته مع فما مناسبه لا شنو يعني زعبار المسلمين السمعين؟ ما هو ديما يسمعون يعني نقولوا سيد المخرج زعبار سيد إيه هو المسلمين يحلوا الراديو مش يسمعوك انت مش يسمعوا زعبار وهو يعدي فيها هي في صوتك ميرسي حاجة غلط بارك الله فيك توحشنا نجي حسر والله نجيتي حسر عليها ترجعوا ترجعوا على غالب والله ينفر عملت كملها كملها ميسي وزيد لسيات مول الدار حبيت تشوف البيت البيت اللي به الفايده وقصيده اخي وقتاش تتوب على الصرعه لا لا قولها بالالقاء سيد لسيد مول الدار قولها بالالقاء وسيد لسياد هو الكل في الكل هو لا الكوجينه لا بيت الصاله لا الكلوار هو ابو الدار لا لا والله برافو قصيده باهيه والله برافو وقتاش تتوب وقتاش تتوب على شنو؟ على الصرعه هذه صنعت شنو؟ هل تعمل فيها؟ لويه صنعة والله هو راي وانتم ما عجبكمش راي انتم محرج مش راي ولكن هو راي طريقة عيش وليت اي طريقة عيش مستحبة مستحبة ياسر مثال ياسر الناس كلها مثاليين في حياتك ياسر متعب انت مبادئ كل واحد يدافع على مبادئه يرحم والديه انت اكثر واحد يدافع على مبادئه يلا بعد ما صفين يقرا شعره سي البلدي يحكينا على مبادئ مبادئ هذيك هي مبادئ والله ولا ما تكسبها قول حاجة عندك على الاقل قول اي حاجة عندك نحي لوناتك يلا صحيت الملك القدر الامير القدر باهي القدر سفيان الدهش القدر او قالك القدر سفيان قدرك منعنا الانسانية ها مسعود وين مشيت اجري هاني جد الصف في المغازة جابوا الزيت راهو قريب يتخطف منهم واحد نقبل حيط وخديجة تضرب بالكف من الزحمة راني تعريت والعريات من العيات تريق نشف لبنى هاي خنقت مديح وسعيدة سبت ممدوح فات نهاية لا تدريح وحتى من خدها مجروح وفي الشارع ولات فضيحة والطفلة تعيط وتنوح وسعيدة تهز الجريحة وحتى اللي جرحها مجروح ما فهمناش شنو هو الحل الحقيقة والله حرنا الواحد من هالوضع يمل على قد ما تعبنا وصبرنا شوف العالم وين وصل واحنا الحليب في تبرنا وهناني تربط وتحل الحقيقة ياسر كسرنا كل سلعة عليها هجوم تقول سلك لينا لفطرنا طول عمرك عايش محروب على الزيت طيحنا قدرنا في الكوجة تقعد مصدوم شدينا الصف ليل كبرنا نولي طول عمري نصوم ويا رب ان شاء الله تصبرنا الله 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 هي شعبوية في انت تتكلم عن شعبيه الواقع بالله يعني الالتحام مع المواطن ونحكي على المواطن المواطن يشد الصف هل والله كان اللي قال سفيان شعبويه عمري حسيتك ام بتحيه انت لا مش مشكله لا لا سامحني صحيت وقتاش شديت صف وقتاش شديت صف شد الصف والله انا مانيش ملوف عبد الرزاق شابي مانيش ملوف انا مانيش ملوفني نمشي كاين لقيت من النجم ندخل ندخل يعني نجري هذا نجري اتهاز المواطن خديجه تعض والاخر تضرب بالكف والاخر شنو مواطنين 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 هذوما يعلم بيمكن ربي بالشاهد على ابو زيد بشكل ولاده الصباح صحيح باش يجي انت عندك شكون يجيب لك انت عندك شكون يجيب لك تبدا عنده زيت اصلا عنده زيت عندك زيت زيتي في حقيقي ايه هذوما مواطنين مساكن كان ما يخلطش على فين عندك زيتك ما تعرفوني انا نقول برشا الحقيقه في البوز بين الاخبار وكذا
درجين يتكلم يحب على دبوزة سفيان. حبيت حبيت نخذ بيبيسة ديجا حبيت نخذ بيبيسة لهنا للداري هنا في في تونس. ما جبتش معاك مشي في تونس. ما جبت معايا قلت ما تشبعش نخلط زيت زيتون وزيت الحاكم وزيت الدولة. ما عنده زيت وحب يجرب الزيت ويعمل في تليفونات. مانيش فاهم مش على شنو ناوي. على شنو ناوي شيت باش نجري قال لي وفاره واحد على روح. على شنو ناوي لخنا قلت واحد ناوي شنو ناوي تلم في الزيت. شنو ناوي شنو حبيت نعمل خلطه رمضان جاي عندك طيب. أخزر الزيت من اللي عندي حبيت تعمل أكبر سلطة في تونس. حر يسكت خم تكلم خاص باردو حار شوية في الموجية ما يطيبش ماكلة فهمتني. قلت أنا خلنا نعمل له خلطة بينه وبين الزيت هذي الجديد فهمتني ولا نخلطه مع بعضه ونشوف الجو يقعد بسيسة ديركت يندرى يتاكل ديركت يندرى نطيبه بيه ما نطيبوش. احنا اكثر حاجة نطيبه بس هذا درجة مهم في حيات العبد والله فيك. قالك العام فقالها وزير قال احنا مش من عاداتنا زيت زيتونة وطلع من عاداتنا. اما حبيت ايه مو انت لهنا صديقي امشي اقف اقف الصف اقف وكون حليل. كون مواطن كيوها المواطن حليل اقف من برجك العاجي علاش نقف في الصف؟ تعرف يا بلال شنو الاشكال؟ نقف في الصف يا سفيان خاطر انا ب 25 ما خلطتش باش نشري زيت وقفت على 15 عادي جدا. انا الخبز هاني مش هكاك مش نقول لك علاش. يعني انت تدافع على المواطن اليوم كما قال وليد اخت اللعب وليد يفدلك ولكن جيت ضد المواطن. لا ما جيتش ضد المواطن. لا ما جيتش ضد المواطن. انا جيت ضد المواطن ضد المواطن اللي بالفوضى والتلهميق وال ما عرفوش شد الصف باش ياخذ دبوزه شنو يعمل؟ ما ياخذوش في دبوزه يا ولد ومية وفاس زيت ماشيش حتى شنو ما ياخذوش؟ لان المشكله في المغازه يعطي اكثر من فما فما خفويت فما فويت من مغازه من نجم المغازه ما هبطش عدد كيف شنو هبطت كردونه هبط 100 باغ اكزومبل وجاو 300 المغازات كل جاو فيهم 300 ميل ولا نين نشريو والله غالي. المغازات من المغازات كل لوجيك هي دبوزه واحده قد ايه باش تشد معني حليل المواطن شنو يخي نعملوا بيه رمضان ما نطيبوش دبوزه بوي لا لا احنا ما نطيب انا دبوزه بويتر تشدني جمعتين ثلاثه طيبين جي الماكله مره قليل اللي طيبين الماكله مره اصلا كيف تزيد زيتون جديد طيبين ماكله تجي في مطعم حويجه واحده نطيبوها قدر عاده في صفاقس اللي هي زيت الزيتون هي المرقه كا اي فوالا فهمني. اما لي حق اما جينيرال مونسلاتا ولا باش تخلي الشرف بسيسه ولا كذا انا نحب انا وليد حسيت كلمه قال مواطن قال لي سفيان وصاني باش نجيب الدبوزه مواطن يسمع فينا تو تم قلت تستعمل في تستعمل في الطرق الملتويه وين ملتوية قلت لك ماشي المغازة تلقى الزيت موجود خذ لي بيبيسة قلت خذ لي برميل بالله لحظة ولا خذ لي كردونة هاولا هنا هاك انت وحدك وحدك نقصت نفسك معناها انت صديقي باش يمشي ياخذ دبوزة زيت لي هو باش ياخذ دبوزة اخرى تولي تلوم على ياخذ بيبس ماهوش ماشي ياخذ الزيت ما تركب له داخل المغازة داخل المغازة قلت بالله كاك لقيت ما خافش زيت بيبيسة زيت جيب لي بيبيسة معك برافو سفيان يرحم والديك سنبلتي وانت بشاربي لعب جي معايا لا ضد ومستحش تقعد ضد دخلي اقنعتني انا معاك وانت الكلام اللي قلت الكل يا سي البلدي انتم كي تسمعوا بالزيت هذا المواطنين تمشيوا تاخذوا منه احنا نشدوا صف سيدي نوفل ودز وتمهميش ودزني ورجني لا لا سيدي نوفل احنا نمشيوا وقتها كنا قبل في باب الزيرة سيدي نوفل في نهج المر غادي وقتها كان عندنا نهج شنو نهج المر هو كان اسمه محج الممر ومن بعد احنا التوينسك تبدا كلمه رزينه ولا حاجه نحيوها ما وما ورا ولات المر اختصرناها كان عندنا زيت غادي سيدي بلال ما نعرفش الحق تخزرش هكاك خاطر ولا ما نعرف خلينا نحكي لك برا والزيت نتاعكم اللي تاكلوه مختلف على زيت المواطنين العاديين تبيع على معناتها زيتون بلدي مش زيت شكون يطلع على الصراف ويجمع سيدي عبد الستار خربيشة ويجمع زيتنا في دقيقنا سيدي بلال واللي كيمفضوا ياخذوا الفضله القشور شكون؟ اوكي نخليوا ثم الجماعه بعد ما نكملوا الجمعان زرزور نسيبوا لهم الثانيه يشبه ولا حد كيما صفيان ولا كيما يهبطوا سيدي نوفل يهزوا البقايا اللي تبقى شكون يصبر الشجر؟ بعد احنا نكلموا لهم الحاكم وكيفاش تقرقبوه الزيت معناتها؟ سيدي نوفل شكون اللي يقرقب سيدي حبس ستار نحطوا سيدي نوفل يسمع ويقرقب ويصبر والله يفصل لي عنه قال لي برك الله لي متعدد الاختصاصات قال سيدي سيدي منظر بولي فالون فهمت سيدي نوفل نحطوا كيما القصعه كبيره هي محجر نحطوا فيها الزيتون ونحطوا فيها كما نقولوا العجله تبدا تدور على الزيت وتخرج بعد يعني الزيت هي في حقه فهمت وكهو وفي توره ذيك اللي بتاع الطيش هذيك شكون يهزها
القرنق نخلني وهلا جماعه هذو ما يجوا يهزوا يجيبوا الكريتا ويهزوا ام يتلاقيوا مش الكاليس مش كيفكم ما تخلطش الكاليس والكريتا هو الكاليس اللي يركبوا فيه العبيد الكريتا يهزوا فيها الدبش يهزوا فيها الخضره يهزوا فيها فهمت مد في يدك تو ضربه ضربتين ومد يدك لليانا يبدا واحد يا احنا سيدي باش نخلص لك الموضوع يا تافه نخلص لك الموضوع احنا عيب من العيوب الكبيره انك تدخل دار في اللوز وما فيها زيت الزيتونه شنو عيب؟ عيب زيت الزيتونه هذاك ما يتقطعش من ديارنا ما يتنحاش كل الزيتونه الزيتون مش بتاعكم يا سيدي بليل ولا الزيت عنده شغل احنا الزيت بتاعنا الزيتونه انتم ما فكيتوه وقتاش يجمعوه؟ السواني في الليل يهبطوا اللطف لا صدقني في الليل يا سيدي بليل يجمعوه في الليل يتفتوا كلمنا البوليسيه كلمنا البوليسيه فهمت؟ كلمنا الكل يهبطوا سيدي نوف اللطف كالجراد في الليل تروحوا هما يهبطوا يتفتوا سيدي نوف ويجرحوها الزيتون ما في الليل وين زيتونكم وين؟ وين وريهولي وين؟ موجود في كل بلاصه احنا وين موجود؟ داير بنص كل اللوزه اللوزه بكلها زيتون من البحر حتى البحر زيتونكم من اصله منين يبدا من على سيدي على البحر على البحر وانت ماشي وانت ماشي كاو ماشي كذب سفيان وين الزيتون؟ ها قال لك على البحر على البحر اللوزه ما هي على البحر وين ترمي عينيك على البحر اللوزه تاعنا اش دخلوا في وقتها جيتوا انتم وقتها هنا انتم شنو هنا هنا شنو قبل الرومان يعني تذاك الزيتون نتاعنا صعب زرعوا حنبع انت قبل الرومان زرعوا حنبع زرعوا جنود يمشي المانشستر جنود زرعوا حنبع المجبريه انا المجبري حنبع القايد والله على ذكر حنبع القايد سفيان بالله سامحني البريود الاخرى نتفليكس باش تعمل فيديو باش تعمل فيلم وثيقه على حنبع باش تعمل فيلم على هيئه حنبع بالله باش لحظه عندي ملاحظه بسيطه قاعدين تلاحظوا انه بلال يتكلم برشا نسيت باش نقول لكم اللي انا غدوه اخر نهار نهار الجمعه باش ناخذ كونجي صغير باي جمعه واثنين وثلاثه باش نستفرد فيكم شكون باش ينشر سي بلال باش نستفرد فيكم علاش ما نوليوش من سته لسبعه انا تمش امكانيه من سته لسبعه تولي باش نستفرد فيكم دونك بلال قاعد يخو في الهفه عليا بالعاني عندك قصيده نهار الجمعه عندك قصيدة عالمية لا بالعكس هو لو بالعكس في بينك يبدا غالي من منشم من ما يتكيش برشا قصيدة باش تسبني انا ريت ولا قصيدة كيفاش يعني بعد علق منجل بعد السيف سيف علق منجل دونك كمل بلال يلا حبيت اسالك سفير وري بالحق لا انا مسافر جمعة واثنين جمعة واثنين اسمعني فواياج دو نوس انا بروح مالي جاي انا عندي باش نحي اللحمات نصلي الجمعه وسبت وحده نصلي الجمعه مش مشكل ايش تعملوا انتم في نهار معناتها تمشيو دي فاياج دو نوس ولا غادي تعيشوا وين شنو هو الفاياج دو نوس اللي عملتوه يلا باش تحكي لنا انت واللوزه نحبوا نقارنوا بالفاياج دو نوس عندكم وفي اللوزه احنا نمشيو لاسبانيا الله الله نمشيو بعد سيدي اخوان جونزاليس فهمت خي مالا شنو ونقعد سيدي نوف في الموشة شهير راه ولا نقعد عام عامين صلي عني بذك عش تفكت مال خضر تغفلوا أنا غالب هكلا عامين نصدوا تجمع خضر روما الفجر نصدوا تحفوا سيدي سيدي ومن مرة عرشنا سيدي بيال 3000 مع بعضنا خرجنا ما شاء الله رجعنا نلقاو تفكت سيدي بيال خضر بويج درس بتاع سيدي بسعيد كي غبطوا هم كبروا حتى تونسير تفكت سوفيان العرس في اللوزة احكي لي على العرس والفياج دو نوس في اللوزة فياج دو نوس في اللوزة تري سامبل فهمتني بعد العرس ديريكت نوصلوا العروس والعروسة الراس الزقالة يعني مش حرقوا على هذا لا 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 يبدا الشقف مزين مسلي على سيدنا محمد فهمتني ولا ندزوه في وين يبدا يضرب فيه البرد في الواحد شنو يضرب فيه البرد بالروبة بالروبة بالدنيا الشقف يبدا مزين وفيه الكابينه نتاعه وبيت النوم وكذا في بيت النوم في الشقف في الشقف يوت هذا ما شقف لا لا شقوفة مازال وقتها قبل يسموه اللوتس الفرش اللوتس يبدا كبير شويه الفرش مبني الفرش مبني ولا انتم تدخلوا فرش ويبدا يرعش بالماء مش حتى يرعش يبدا معري معناها يبدا مطر ودنيا بيه وكذا العباد يعرسوا في العباد يعرسوا في الصيف لحظه كمل احكي لي الحكايه بعد علقوا اولا احنا ما نعرسوش في الشتاء وكي جينا احنا نعرسوا كان في الصيف ثانيا الشقف يبدا مزين من جميع ما من جميع بيت النوم نتاعه بالكتب وكل شيء سال دو باف فهمتني ولا سال دو باف بيان سور اباي في الشقف مالا
سامحني معناها العروس والعروس بالروبه والكوستيم يدخلوا غادي يبدلوا باش في في خزانه زاد بيان سور في الخزانه يعني قداش يقعدوا في الشقف امشي كمل يعملوا الساعه الاولى باش باش بلا سامحني على البركه على البركه سامحني هما كي باش يطلعوا بعد العرس فما رئيس معاهم اي الرئيس عنده الكابينه وحده عادي هذاك لا عنده الكابينه وحده كيما الاوتيل اللي فيه ريسبسيونيست مش ريسبسيونيست مش تريم ايتاج هو لوطا مش تحت راسك هذا الرئيس بجنب الموتور يجي وين بجنبه وين بجنبه بالله وين بجنبه وين في فلوك اخرى الرئيس اخي انت البحر في حد ذاته شو اسمه الكيس ولا الغزل باش مخدوم مش بالخفافة قديش يقعدوا في البحر بيت النوم كي تبدا مخدومة بالخفاف كيما استديو نتاع التصوير مش تسمع حد شيء كيما استديو نتاع التصوير ايه ومغطات بيت النوم ولا كيما نتاع المنصة الشرفية نتاع يا سعدي مغطات ما تعرفش بلانس مغطات والله ماني عارف يا اخي البحارة كي يخرجوا معرين ما هو اللوطة يشقف بحارة ما هو اللوطة يتحشي من قدام كيما بيت الصالة صغيرة هكا من قدام وين ياكلوا فطور الصباح خلينا نكمل يتعدى اول ساعة اول زيارة يلزم الواد بوزيت واد بوزيت هذا الواد يشق البحر هذا سبحان ربي واد حلو واد حلو يشق البحر يشربوا منه صحيت يشربوا منه العرايس فهمتني على البركة ومن بعد هو يختار حب فما شكون حاب يمشي الروما يكمل يحرق ولا يروح اي فما يمشي الروما فما اللي يمشي القرقنة فما اللي يحب يمشي الجربة فهمت كيفاش فمليار في شخص ومازلت العادات هذيا يقضي انت عملت هكا ما عادتش العادات الغالب مالو انت عملت هكا في عرسك خاطر تو مكتر في الامن وكذا ومنه وشالون حارخين ولا كذا من ابوها ولينا نحينا العاده انت خلطت عليها يعني خلطت على مال الوالد حبيت تعمل قبل هكا ديجا والله صحه ليهم وي الحمد لله بصراحه في هذه غلبك سي البلد لا غلب بلا شيء سيدي نوفل عليه هذا تو هذا كلام يدخلوا للبحر ويشربوا من مال الحلو من الواد الحلو وبعد يرجعوا مش مال ليه قول له هذا كذب مفلق سامحني يعني اللي هم الخاو التفاح في البحر يعني في الوقت هذاك في الوقت هذاك ثم في الوقت هذاك ثم بالانس مجهز وفي بيت النوم وفي في سال دو بان هو الديار وما فيهم بيت النوم كيفاش كيفاش من لما انت مثلا حنا بعد وقت يدخل من روما شنو فجاه حنا بعد جا الحصان مش على بواخر البواخر ذيك منين دخلت كيما هكا كما هكا كما تو حنا بعد الوقت بواخر من شنو البواخر كيفين في تو لو يخدموا فيهم سياحه شوف السفن هذيك السياحيه بريسك كيما هذيك بالضبط تو هذاك مش تو منين خذاوه هذاك واضح واضح بس في حبيت نسالك بالله لا سؤال في سماع على حنا باع من عندكم حنا باع نتفليكس عملت مسلسل باش تعمل مسلسل على الفيلم على حنا باع اختارت دينزل واشنطن تعرفوا دينزل واشنطن بيان سور الممثل تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ لا ما نعرفوش اسمر البشرة فهمني؟ اي هو كان اسمر ايه؟ احنا بعد؟ هذه نطرحوه غدوة غدوة والله غدوة نطرحوه غدوة نطرحوه للنقاش يلا شكرا رحمة على العداد اخراج تقني زعبار مرسي الاخراج الرقمي حسين يحيى بعد شوية ميرا مقني الاخبار ثم يا سعدي مدام سامح مفتاح على مسؤوليتك ثم هدى الورغمي 60 دقيقة ثم نايت كلوب محمد القرقمي عندك حاجة تحب تقولها سفيان؟ لا 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 عندكش ديكاس حاجه نسيتهم لا لا ان شاء الله عندنا شويه امطار نزلت شيره لطف علينا طريق الشفار والكياس تكسر فلذا معناها جي بيان راه هذاك معناتها فهمتي ولا طريق قابس وطريق الدنيا الكل وحركه فيه برشا في برشا حركه وبرشا خدمه وليبيا وكذا ومنا بالله نعملوا مزيه فهمتي ولا نحاولوا نحلوا الاشكال هذايا ليه لانه المطر نافعه اوكي اما زاد يلزمنا نخدموا شكرا لكم يلا نتقابلوا غدوه تصبحوا على خير.